مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة ومشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. اسمحوا لي أقول ألف ألف مبروك للنادي الأهلي تتويج ببطولة أفريقيا لكرة الطايرة رجال المرة ال15 في تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي 3-1، وكمان ألف مبروك للنادي الأهلي تتويج بدوري السوبر لكرة السلة رجال للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على الاتحاد السكندري 88-75. الله أكبر، ما شاء الله عليهم، ربنا يحفظهم ويحميهم يا رب، وكل التوفيق للنادي الأهلي في البطولات المقبلة إن شاء الله. تحياتي لحضراتكم، وطبعا يعني حبينا نقول لكم كل جماهير نادي الأهلي تبقى مشاركانا، وكل متابعي قناة الأهلي يشاركونا النجاح والفوز، وسعيدة جدا بالبطولات اللي يعني بيحصل عليها النادي الأهلي. بالتوفيق دايما يا رب إن شاء الله، كل التوفيق للنادي الأهلي ومشجعي وجماهير النادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي في كل المجالات. اسمحوا لنا نبدأ حلقتنا النهاردة، والنهاردة هنعمل مهارات جديدة، ولكن إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. النهاردة هنعمل وصفة من الوصفات المحببة، وخلينا نقول إيه هنعملها إزاي بطريقة بسيطة وجميلة. طبعا هنعمل رز معمر بمكعبات لحم، ولو عندكم بواقي لحم حتى مسلوقة نقدر نعمل منها وصفة جميلة. عايزين بقى نوظف الحاجات اللي بتتبقى عندنا في البيت، نعمل منها حاجات حلوة تطلع أطباق جميلة ونقدر نستفيد منها. طبعا لا يعلى على الرز المعمر اللي بناكله في محافظات مصر وفي يعني أماكنه الحقيقية في الفرن البلدي والسمنة البلدي والحاجات الحلوة دي، لكن احنا النهاردة هنعمله كده ايه عشان احنا بقى ناس عاملين والسرعة عندنا بتفرق في المطبخ، فاسمحوا لنا هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة لكل اللي حابب يعمله بطريقة بسيطة. عندي المقادير: رز معمر باللحم، كوبايتين من الرز المصري، نص كيلو من اللحمة مكعبات، وعندي كوباية من القشطة البلدي، ممكن وش اللبن زي ما حضراتكم تحبوا، عندي لتر ونص من اللبن، عندي معلقة كبيرة من الزبادي هقول لكم دي ليه، وعندي 3 معالق كبار من السمنة، بهارات لحمة، عود قرفة، ملح وفلفل. هو أحلى حاجة في الرز المعمر إنكم تستمتعوا بطعمه، يعني نستمتع بطعم الرز منه، فيه فكرة السمنة موجودة فيه وفكرة اللبن موجودة فيه. طبعا أنا خليني الأول أحط كده الرز هنا، أنقعه في شوية مية كده، طبعا المفروض يبقى مغسول كده وتمام، أنا بس هنقعه شوية كده مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو عندنا لحم يعني متبقي، لحم اتسلق واحنا قادرين نستفيد منه، ليه لأ؟ ممكن نعمل بيه وصفات حلوة وندخله فيه يعني حاجات جميلة. عندي فراخ مسلوقة أقدر أستفيد منها، أعمل منها فاهيتا، أعمل منها شاورما، أعمل بيها حشو معجنات، اللحم كمان كده. فأنا الحقيقة قلت يعني لو في لحم مسلوق باقي ممكن نعمل بيه الطاجن ده. أنا بس عشان اللحم عندي مش مسلوقة هديها بس تشويحة كده بسيطة بالمنكهات عقبال ما الرز ده يتنقع شوية، ودي طريقة سريعة شوية بس جميلة. وعايزة أقول لكم بقى يعني أنا ما كنتش من هواة الرز المعمر قوي، يعني بحس إنه دسم قوي، بيبقى تقيل. الحقيقة حماتي بتعمله رائع، وبتعمله بقشطة اللبن، بوش اللبن بتعمل الرز دايما فيه، فبيبقى خفيف وليه طعم، تسيبه شوية فيه وبعدين تبدأ تديله بقى اللبن والشوربة شوية وبعدين تحطه. بصراحة كنت بدوقه من ايديها، رائع جدا. انا هنا بسخن بس البان، وهنحط كده هحط نقطة زيت واحدة مع معلقة سمنة صغيرة تدي طعم بس كده. احنا برضو الفكرة منه هو ليه طعم وتيست كده، بينفع نعمل بالحمام، نعمل بالفراخ، في ناس تحب تعمله بالفراخ زي ما حضراتكم تحبوا. هاخد كده ملح والفلفل هنا. طبعا الحاجات اللي بتبقى موجوده ساعات عندنا مثلا باقيه ما بنبقاش عارفين نوظفها في ايه، فاذا اتبقى عند حضرتك لحم او مرق لحم احتفظي بيه في الفريزر، اذا اتبقى عندك بواقي فراخ خليها في الفريزر. الحاجات دي بتنفع في اوقات تبقي قايمه تعملي عشاء، تعملي اي حاجه، بتنفع جدا وبتسعف جدا الحقيقه، انك بيبقى عندك جزء جاهز. هشوح كده بس تشويحه، وهحط معاهم بسم الله رشه بسيطه كده من الملح، رشة بسيطة من الفلفل، وبهارات اللحمة تدي بس ننكه اللحمة عشان لما تبقى في وسط الطاجن تبقى ليها طعم حلو. طبعا احنا لو سلقينها هنبقى مدينها برضو المنكهات بتاعتها اللي هي
بصل والجزر والعود كرفس، شويه حبهان، عود قرفه، رشه مستكه. عود القرفه ده بيدي تيست كده للرز المعمر خفيف، لكن اللي ما بيحبش القرفه ما يضيفوش، هو ممكن يعني ما يعني نستغنى عنه، بس في ناس بتحب تضيفه للمرق اللي هتسقي بيه الرز. يعني بيعملوا ايه، خليط كده ما بين اللبن والمرق. وعادة الرز لازم يبقى في ناس بتمرق شوية عشان يستوي حلو. هديها بس تشويحة كده حلوة كده، الله. شايفين؟ بنخلي مكعبات صغيرة عشان بس تاخد تسوية حلوة وسريعة، ويبقى ايه اخد الوقت بتاعه مع الرز طبعا والسوائل اللي ايه هنضيفها مع بعض. طيب انا عندي هنا الرز، اسمحوا لي بس ايه هشطفه هنا شطفه كده كده، هسيبه شويه وهسيبه شويه كمان، في شويه ميه صغيرين تحت ايه شويه كده يعني يبقى الجفاف اللي فيه ده يروح شويه ويبقى الدنيا جميله. بسم الله نقلب هنا. هنا عايزه ادفي اللبن شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله هحط شوية لبن. وعندي كمان هحط مع اللبن ده عود قرفة واحد، أو يعني لو العود كبير هقسمه كده نصين يدي بس طعم. رشة بقى من البهارات دي بقى، طريقة سريعة بس بتدي تيست حلو كده ونتيجة حلوة برضه. ورشة فلفل وشوية ملح. خلاص هقلب بقى تقليبة حلوة كده. بسم الله. القشطة زي ما حضراتكم تحبوا، لو في وش اللبن هيبقى رائع. هو الحقيقة ما يحلاش إلا بالقشطة البلدي الحقيقة، يعني رز معمر تأكلش إلا ولو في حالة القشطة البلدي ممكن ما نضيفش كمية سمنة. بصوا بقى الزبادي دي للي مش عايز يضيف دهون خالص ما تضيفوش، ممكن تاكلوا الرز المعمر ده تكتفوا بالقشطه بلحمه مسلوقه، ونحط مكان السمن زبادي. الزبادي ممتاز، هيدي طراوه طعم حلو وفي نفس الوقت يحل محلها. طيب هنقلب كده تقليبه حلوه. لحمه طبعا صغيره فهتستوي على طول. الفرن عندي بيبقى سخن، يدخل فرن عالي على طول عشان يتشرب الرز، ما يدخلش فرن هادي، يدخل فرن عالي الحراره. نقلب بس تقليبه حلوه كده. ايوه بدعي طبعا لكل اولادنا اللي بيمتحنوا دلوقتي، ربنا يوفقهم طبعا في الامتحانات ويعينهم على المناهج القويه اللي بياخدوها. وبحيي كل الامهات اللي السنه دي كانت عليهم سنه رابعه ابتدائي بسيستم جديد وبنظام جديد. انا عارفه انه الجيل ده يعني ايه اتاخر شويه سنتين بسبب الكورونا، بس عايزه اقول المناهج هم بداوا الجيل ده ما شاء الله عليهم تفكيرهم مختلف، فهم يعني المنهج حلو وجميل وكل حاجه بس طويل جدا، فكان محتاج انه ناخده كده ستابس مع بعض. فبحيي كل الامهات اللي صبرت وصبرت على هذه المرحله، بالتوفيق ليكوا يا رب. معانا حنان، اهلا وسهلا. معاكي منال. منال اهلا وسهلا حبيبتي، صباح الفل. صباح الفل عليك. اهلا بيك. تسلم ايدك مقدما على الاكل الجميل دوت. يا رب سعيد قلبك حبيبتي، تسلمي لي. والف مبروك للنادي الاهلي، انا سمعت، انا والله انا بقيت اعرف الاخبار منك دلوقتي. يا حبيبه عمري تسلمي لي، شرف ليا طبعا، شرف ليا. حلو قوي والله المعلومات اللي احنا بنعرفها ان النادي كان كسب والحاجات ديت حلوه جدا يعني. الحمد فعلا. لله الحمد لله حبيبتي، منورتينا وشرفتينا بمتابعتك والله. ربنا يخليك يا رب، منوره دايما الدنيا يا شيف عظيم. الله يسعد قلبك يا حبيبتي. طب امورين بس اذنك، بس كنا عايزين نعمل اللانشو اللحمه ولانشو الفريخ من العندي قبل العندي. ربنا يكرمك يا رب. اوعدك نعمله لك من عينينا الاثنين بطريقه يعني احلى من بره، بعد كده مش هتشتريه خالص. حاضر من عينيا يا منال، نورتينا وشرفتينا، من فضلك يا ندى اكتبي عندك علشان احنا هنحط ده في الاولويه عندنا بفضل الله. بصوا بقى اللحمه بدات تنزل صوص ازاي، دي الجوس او السوائل اللي موجوده جوه بين انسجه اللحمه. انا هستفيد منها في الطاجن، انا بقى مش عايزه انشفها، مش عايزه ارجع اللحمه تاني تشرب السوائل دي،
لا انا عايزه استفيد منها عشان تديني طعم مع الايه؟ مع البصل. الشياكه دي ايه مصطفى التألق ده؟ طيب هنقلب كده تقليبه وايه؟ وهبدا اوري حضراتكم. انا هنا سخنت اللبن، بسم الله، حطينا ملح، واسمحوا لي بس ازود شويه ملح صغيرين، انا ما حطيتش على اللحمه ملح كتير عشان تستوي على طول، مش عايزاها ايه؟ معلقتين كده ملح صغيرين، وحطيت عود قرفه بس للطعم، وحطيت رشه من البهارات اللحم، وهنحط رشه فلفل كمان. بسم الله. هو بسيط وبيعتمد على الطعم الاساسي، نعتمد على وش اللبن. وش اللبن ده لو حضراتكم تستخدموا لبن جاموسي احتفظوا بوش اللبن دايما وحطوه في علب في الفريزر. نعمل احلى زبده بلدي ونسيح مع بعض، وهنعمل حاجات حلوه ونعمل المش على اصوله بالمرطه بقى من الزبده البلدي. ومعانا ام اسلام. يا صباح الفل. يا صباح الهنا. مني انا. لا اهلا. مني انا بقى. يا روح قلبي صباحك فل. صباحك هنا. مني انا. وصباحك قشطه زي اللبن. الله. كده والله زي انت قلبك جميل كده. الله، ايه الجمال ده؟ يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يديك على قد نيتك الطيبه. امين امين يا رب العالمين. حبيبتي انا ما عملتش غدا لغايه دلوقتي، بس مستنيه. انا هبعته حالا يا فندم. العنوان يا فندم موجود وكل شيء تمام. ربنا يسعدك يا حبيبتي. يسعد قلوبكم جميعا يا رب. يخليك يا حبيبتي، ودايما كده من تقدم لتقدم يا رب. امين يا رب العالمين. وعايز اقول للنادي الاهلي الف مبروك. الله يبارك في عمرك. ودايما يا رب كده مشرفنا دايما على طول. يا رب. امين يا رب العالمين. امين يا رب. امين يا رب. يسعد قلوبهم دايما. ربنا يوفقهم دايما يا رب. امين يا رب العالمين. عادي دايما يا رب. امين يا رب العالمين. امين يا رب. امين 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 امين. حبيبتي ربنا يخليكي يا حبيبتي. وعايزه اقول لك ميرسي على معلوماتك حبيبتي، وعايزه اشكر الدكتوره دينا بجد معلوماتها حلوه قوي بجد. يعني الحمد لله بترد على اسئله كل الناس. انت لا بجد انت عارفه انا كان دايما زي ما بتقول عندي المسكن زي البونبوني. يا ده خطر قوي. والله خطر قوي. البونبوني عظيم. خطر طبعا. فانا سمعتها بصراحه خفت، والله خفت. يا روح قلبي طبعا. يعني لان طبعا. هي بتقول في ناس بيبقوا عاملينه زي البونبوني كده، انا ابر باخد، برشام باخد كده يعني. يا حبيبي تعوم سلامتك. بجد ربنا يبارك لها دكتوره دينا، يعني معلوماتها حلوه قوي، وربنا يبارك لكم ويبارك في القناه الجميله. يا روح. قناه جابت لنا يعني احلى حد في الدنيا، احلى شيف في الدنيا. حبيبه قلبي كتر خيرك. والدكتوره كمان ربنا يبارك لها وتدينا يا رب من معلوماتها كده دايما. تسلمي لي وما تحرمش منك ولا من ذوقك، والف مليون سلامه عليكي. انا هستسمحكم بقى. تسلمي يا ام اسلام، ودايما كده يعني نسمع صوت كل اصدقائنا بخير وبصحه وسلامه. انا هستسمحكم ندخل بقى الطاجن ده الفرن. بصوا بقى هو هيتشرب على راحته. انا مسخنه الفرن حراره 200 مش 180، انا بس بقول لحضراتكم. طيب بسم الله هناخده بقى. تعالوا السفاره صفرت حالا 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 قبل ما ناخد انذار. بسم الله بسم الله بسم الله. اهو نقفل بقى، وتعالوا بقى نستسمح حضراتكم ان احنا نطلع استراحه ونرجع لحضراتكم نستكمل مع بعض ونبدا في الشوط الثاني في انتظار حضراتكم.